هل الحريات في لبنان بخطر؟ للإجابة على هذا السؤال وما هو مطلوب للحفاظ عليها ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في التواصل الأستاذ رمزي النجار. أهلا وسهلا فيك أستاذ رمزي. يعني السلطة السياسية وكأن تقول وكأن الإعلام هو المسبب لهذه الأزمات يلي عم نمر فيها. ليه هذه النظرة وكيف ممكن نحسن حالنا؟ يعني أول شيء خلينا نبلش بالشكر أنه يكون في فرصة للإعلام والتواصل خليني أقول الأكاديمي الموضوعي الغير مسيس أنه يكون له صوت، لأنه على عجقة الأمور عم بيصير في كتير نوع من تضييع للهدف وللعلام بموضوع الحديث صحيح. عن الحرية صحيح. وحرية التعبير والإعلام بالمطلق في شغلة كتير أساسية أنه نحن لم نكن ولسنا حتى هذه اللحظة مستعدين لأنه يكون عندنا جهاز مناعة قوي يفصل ما بين التواصل الاجتماعي وشبكاته يلي أدت إلى نوع من خليني أقول تغيير، ما بدي استعمل كلمة خطأ، ولكن تغيير في رسالة الإعلام. يعني سقوط جدار برلين غير معالم ألمانيا، سقوط جدار الكاتب اللي أصبح قارئ والمستمع اللي صار بذات الوقت كمان مذيع ضيع إمكانية التمييز ما بين الإعلام الأكاديمي الموضوع العلمي المهني وما بين التعبير عن رأي شخصي ممكن أنه يكون ببلد مثل بلدنا فتيلة أو خلينا نقول إمبلة موقوتة. بالمطلق إذا بدنا نحكي عن الحكومة المشكلة أنه ما بميزوا ما بين الحاجة إلى اعتبار الإعلام المهني اللي هو مثلكم مثل الصحف مثل الإذاعات اللي هي رسالة اللي هي سلطة رابعة اللي هي بدون مقياس الديمقراطية لا يمكن أن يقوم بلد ويضلوا على إجراء إذا ما في إعلام وتواصل محترف. هذا بدل ما يندعم عم نشوف جرائد عم تسكر، عم نشوف تلفزيونات عم تسكر، وعلما أنه هو المناعة اللي بتخلي بلد مثل بلدنا منفتح على الطائفية وعلى المذهبية وعلى الانفعال وعلى الغرائز وعلى كل شيء اسمه فتن، ما بيكون في جهاز مناعة إلا إذا دعمنا الإعلام بالطريقة اللي اسمها حرية. لأنه أنا ما بخاف على الحرية بلبنان، سبب وجود لبنان هو حرية التعبير. أنا بخاف من فوضى التدمير وبخاف من اغتيال السمعات عن طريق عدم وجود بس كلمة أخيرة وأكيد يكون عندنا لقاءات أكثر نوسعها أكثر. نحن بحاجة بأسرع وقت لكشف معين اسمه كشف الحقيقة وتغطية الحدث، ما يصير تغطية الحقيقة وكشف الحدث. أنا بدي أشكرك أستاذ رمزي النجار، أهلا وسهلا فيك.